للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من كييف دكتور رامي أبو شمسية، عضو في حزب الباتريوت. أهلا بك وصباح الخير دكتور رامي. هناك مساعدات أمريكية جديدة لكييف تقدر ب 800 مليون دولار، وعلى رأسها ذخائر عنقودية ربما تمثل نقلة مختلفة في الدعم الغربي لأوكرانيا. يعني بشكل عام بالنسبة للمساعدات الأمريكية تجب، يعني يقدمون لنا المساعدات ببطء، ولكن المعركة تسير ونحن نريد إلى أسلحة قوية متقدمة للتقدم في الأراضي الأوكرانية وتحرير الأراضي. نعم، هناك في قرار بتزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية، وسوف تستعمل في الأراضي الأوكرانية فقط على الجيش الروسي لكي نحرر أراضينا، ولكن كل هذه المساعدات تصير ببطء من قبل أمريكا ومن قبل الناتو، وبالتالي أوكرانيا بحاجة إلى كمية أكثر من الأسلحة وبسرعة كبيرة لهذه الأسلحة لكي نستطيع أن نجهز الهجوم المضاد ضد القوات الروسية. نعم، لكن لا، ما الذي يمكن فعله من قبل، أو ما الذي يمكن أن تفعله هذه النوعية من الأسلحة العنقودية التي لها تأثير كبير ميدانيا على الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا؟ كيف يمكن أن يدعم أوكرانيا هذه النوعية تحديدا من الأسلحة والدخول على خط المواجهة العسكرية مع روسيا بها؟ يعني احنا في البدايه لما صدينا العدو الروسي من قواحي كييف قمنا بصده بالاسلحه الاوكرانيه التي تم تصنيعها في اوكرانيا، وبعد ذلك تم الحصول الى اسلحه من الناتو ومن امريكا وكان لها الفضل في تحرير الاراضي في خاركوف وخيرسون، بالذات بالنسبه للمدفعيات الخمس التي كانت تضرب على مسافات بعيده، وبالتالي هذه القنابل العنقوديه انا بعتقد يعني انها سوف تحرز يعني تقدما ما، ولكن ليس كافيا لتحرير الاراضي، هي يتم ضرب التحصينات الروسيه التي هي عباره عن مسافات كبيره. اليوم نحن اذا راينا المعادله ان روسيا احتلت مدينه بخموت لمده 10 شهور، وهي كانت هناك تمد بالجيش والعتاد في مدينه واحده فقط 42 كيلو، واليوم الاوكران يريدون ان يحررون جميع اراضيهم على جبهه تزيد عن 900 كيلو، وبالتالي الهدف للاوكران اكبر بكثير من بخموت، ويعني وبالتالي نحن نريد الى اسلحه اكثر بهذا بكثير، اسلحه متقدمه اكثر من الاسلحه العنقوديه لكي نستطيع ان نحرر. النقله النوعيه ممكن ان تكون ولكن ليس بهذا الصور كما يتصورونه. لماذا القنابل العنقوديه؟ لانها محرمه دوليا، ولكن اوكرانيا لم توقع معاهدة أوسلو بالالتزام بعدم استعمالها، وبالتالي أوكرانيا دولة معتدى عليها ولها الحق أن يعني تستعمل جميع أنواع الأسلحة لتحرير أراضيها. كيف ترى التزام أو تقديم أوكرانيا التزامات لواشنطن بأنها لن تستخدم هذه الأسلحة خارج أراضيها؟ إلى أي مدى يمكن لأوكرانيا أن تلتزم بهذا التعهد؟ يعني بالنسبة للدولة أوكرانيا، اليوم أوكرانيا دولة ديمقراطية ودولة القانون، وبالتالي القيادة الأوكرانية إذا قالت شيء بالفعل فعلت، وبالتالي ليس من صالح أوكرانيا أن تستعمل هذه القنابل العنقودية على المدنيين الروس، وبالتالي نحن من يريد أن يحرر أراضيه، وبالتالي نحن نستعمل هذه فقط ضد الجيش الروسي. ولا ننسى أن في الأماكن المحتلة من قبل الروس هناك مواطنين أوكران، وبالتالي سوف يكون الضرب يعني الضرب دقيق جدا بالقوات الروسية فقط، وهناك الاستخبارات والجيش الأوكراني يعرفون جيدا أين يتواجد الجيش الروسي وأين تحصيناتهم، واليوم فقط قاموا بضرب المستودعات والمخازن للجيش الروسي بشكل دقيق جدا، يعني لم يصيبوا أي مدنيا، وبالتالي سوف يتم الاستعمال فقط ضد الجيش الروسي، وسوف نحرص على عدم استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين إن كانوا أوكران أو روس. نعم، إذا ربما تتحدث أن هناك بعض الدول دكتور رامي تعارض تقديم هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا إلى كييف، ومنهم دول بالفعل تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وموقعة على الاتفاقية التي أبرمت في 2008 والتي وقعت عليها 107 دول بعدم استخدام هذا النوع من الأسلحة لما له من سلبيات كبيرة ليس على المدى المؤقت إنما أيضا على المستقبل.
نعم، نحن نتفهم هذه الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية من عام 2008، وهم لا يستطيعون أن يستعملوا هذه الأسلحة ولا يستطيعون أن يعطوا الأسلحة لأي دولة أخرى بناء على هذه الاتفاقية. نحن نتفهم موقفهم، وهم ممكن أن يقولوا ماذا يريدون، ولكن نحن نعتبر هكذا، يعني إذا تم الاعتداء على أي من هذه الدول التي هي تعارض تسليم أوكرانيا هذه الأسلحة، ماذا سيفعلون؟ سوف يستعملون جميع الأسلحة المتاحة لديهم لتحرير أراضيهم، وبالتالي هم ممكن داعمين سياسيين لنا ويعارضون، ولكن نحن نتفهم ذلك، ولكن الأوكران بحاجة إلى هذا النوع من الأسلحة، وبالتالي يعني هم يعرضون، لأنهم أيضا هم دول القانون ولا يستطيعون أن يخترقوا القانون وعدم العمل بالقانون، وبالتالي نحن نتفهم هذا الأمر. ولكن بالنسبة لأمريكا لم توقع هذه الاتفاقية، وأيضا لم توقع أوكرانيا، وبالتالي نحن سوف نعمل على الحصول على هذه الأسلحة، وسوف يتم الاستعمال هذه الأسلحة ضد الجيش الروسي، ولكن كله حسب، يعني يكون حسب ضمن المسؤولية الأوكرانية، كما اتفق الأوكران مع الأمريكان أن تكون هناك مسؤولية كبيرة بعدم استعمال هذه الأسلحة ضد المدنيين، وهذا ما يعمله الأوكران دائما. الأوكران فقط يقاتلون الجيش الروسي. معنى ذلك يا دكتور أنه كل أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا يمكن استخدامها في هذه الحرب من قبل أوكرانيا حتى تستعيد أراضيها؟ يعني تفضل أخي الكريم، عندما روسيا تلوح بالنووي ضد الشعب الأوكراني، إذن هي خسرت الحرب التقليدية وتلوح بالنووي، وبالتالي هم يستعملون جميع الأسلحة المحرمة دوليا، وأيضا هم ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا، وبالتالي لا يوجد خيار لدينا كأوكران سوى أن نستعمل جميع الأسلحة المتاحة لدينا لتحرير أراضينا، وبالتالي يعني لا يجب على أي إنسان أن يلوم الأوكران في تحرير أراضيهم باستعمال جميع الأسلحة. إذا لم نستعمل أي سلاح كان موجودا لدينا ضد الروس، فيقومون الروس بالدخول إلى أوكرانيا وقتل جميع الشعب الأوكراني، وبالتالي نحن نريدون تحرير أراضينا بأي بغض النظر عن الوسيلة التي كانت. اليوم هو اليوم 500 بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، كيف تقيم هذه الفترة؟ ما آخر المستجدات خاصة على المستوى الميداني دكتور؟ ما هي الأراضي أو مجمل ما تسيطر عليه روسيا؟ ما الذي أحرزته أوكرانيا من تقدم في الهجوم المضاد؟ أرجو أن تعطينا لمحة عن هذه الفترة الكبيرة وآخر النتائج فيها. يعني في البداية نقول أن أوكرانيا اليوم هي ليس أوكرانيا قبل الحرب، أوكرانيا أصبحت دولة قوية وتمكنت من صد العدوان الروسي الذي كان أن يريد أن يحتل كييف خلال 3 أيام وتغيير نظام الحكم، ولكن اليوم أوكرانيا استطاعت أن تحرر ما يعادل 54% من الأراضي التي تم احتلالها من عام 2022 لغاية الآن، واليوم أوكرانيا هي في وضع المهاجم وليس المدافع، وبالتالي المعادلة اختلفت كليا، بغض النظر عن الكتلة البشرية التي تواجه الأوكران من 150 مليون من الشعب الروسي ومن الأسلحة والعتاد، والأوكران عددهم أقل بكثير، هم 30 مليون 32 مليون حاليا موجودين في أوكرانيا، وبقلة الأسلحة تمكنوا من تحرير الأراضي التي تم احتلالها من قبل الروس، وبالتالي اليوم الأوكران في وضع أفضل بكثير من ما كانت عليه. اليوم أوكرانيا على أبواب الناتو، اليوم أوكرانيا أصبحت من أقوى جيوش العالم موجود هناك، وبالتالي اليوم الروس يدافعون عن الوجود الروسي، عن الأمن القومي الروسي. اليوم في روسيا في مشاكل داخلية، هناك في انقلابات، وبالتالي انقلب السحر على الساحر. أوكرانيا لم تعتدي على أي دولة، وإنما أوكرانيا تدافع عن أراضيها، وبالتالي أوكرانيا أصبحت من أقوى الدول في أوروبا في الدفاع عن أراضيها، وبالتالي أوكرانيا اليوم تدافع عن الحرية، عن الشرف الأوروبيين من قبل التمدد الروسي. اليوم روسيا خسرت السوق الأوروبية من ناحية الغاز ومن ناحية كل شيء يعني، وبالتالي أصبحت روسيا معزولة. يعني الروس اليوم يريدون يعني أي يعني مبادرة سلام لإنهاء هذه الحرب، ولكن مبادرة السلام التي تريدها أوكرانيا يجب أن تكون على الشروط الأوكرانية، وهي الانسحاب من جميع الأراضي الأوكرانية، وبالتالي نحن جاهزين للجلوس إلى هذه المفاوضات. غير ذلك هذا صعب جدا بالنسبة لأوكرانيا. اليوم أوكرانيا خسرت كثير من شبابها، اليوم الشعب الأوكراني
النساء والأطفال مهرجرون إلى أوروبا ودول أخرى، وبالتالي نحن نعيش في معاناة، صدقوني يعني نحن نعيش كل ليلة من ضرب الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي تضرب بالعمق الأوكراني، وبالتالي نحن نريد أن نحرر أراضينا، ولكن اليوم أوكرانيا أصبحت أفضل بكثير، ونحن لا نريد نصرا، نحن نريد فقط أن نحرر أراضينا ونريد أن نستعيد سلطتنا على جميع الأراضي الأوكرانية. أنتقل معك دكتور رامي إلى موضوع مهم ربما كان سببا في اشتعال هذه الأزمة، هو انضمام كييف إلى حلف الناتو. الأمين العام للحلف ستولتنبرغ قال إنه القمة المقبلة ستناقش تحديدا ملف دخول عضوية كييف إلى الحلف. إلى أي مدى هناك تقدم في هذه الخطوات؟ إلى أي مدى كيف ترون أن الحلف جاد في دخول أوكرانيا تحت عضويته؟ وإلى أي مدى أيضا ترى الآراء التي تربط ما بين انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية ودخول أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي؟ يعني بشكل عام بالنسبة للعضوية الأوكرانية في الناتو، هي أصبحت يعني حق للشعب الأوكراني وللحكومة الأوكرانية، ولكن هناك في قانون وفي شروط أن أي دولة يوجد لديها حق لا تستطيع أن تدخل الناتو. حاليا نحن نتفهم جيدا كأوكران أنه لا يوجد لنا عضوية، ولكن نحن نريد من الناتو أن يعطينا الضمانات بعد انتهاء الحرب أن تدخل أوكرانيا إلى هذا الناتو، وليس مجرد فقط أن أبواب الناتو مفتوحة لنا ولكن لا يسمحون لنا بالدخول، وبالتالي نحن نريد أن ندخل الناتو. لماذا؟ لأن الناتو إذا دخلنا نحن الناتو سوف نحمي الجبهة الشرقية، سوف نحمي الجبهة الشرقية للدول الأوروبية. بما يخص الروس، وكانت هي كما يزعمون الروس أنها هي الأساس والسبب في بداية هذه الحرب، تفضلوا ممكن أن تروا كيف دول فنلندا والسويد يدخلون إلى الناتو وهم موجودين على الحدود مع روسيا، وبالتالي روسيا لا توجد لديهم مشكلة مع فنلندا والسويد لدخولهم، ولكن يوجد لهم مشكلة بالنسبة للأوكران. ولكن السبب الحقيقي لدخول روسيا الحرب هي التمدد والإرهاب والسيطرة على أوكرانيا، لأنها تعتبر أوكرانيا هي الحديقة الخلفية لها، وأن الشعب الأوكراني في آخر فترة بعد 2014 أصبح أن يعيش في اقتصاد مزدهر ووضع اجتماعي أفضل، فهي خافت أن يكون الازدهار وهذا النمو الاقتصادي الموجود في أوكرانيا أن يؤثر على الشعب الروسي ويقومون بالانقلاب على حكومتهم كما انقلب الشعب الأوكراني على الحكومة التي كانت موالية لروسيا، وبالتالي اليوم الهدف ليس بالناتو. وإذا انتهت الناتو، اليوم يناقشون موضوع عضوية أوكرانيا، أنا أتأمل أن يناقش الناتو عملية كيف يتم دعم أوكرانيا بالأسلحة الأكثر فتاكة لتحرير أراضيها، وأيضا أن يضعوا برنامجا زمنيا معينا لدخول أوكرانيا للناتو بعد انتهاء الحرب، ممكن هكذا. أما سياسيا يعني نرى تصريحات أردوغان إذ كذلك أن أوكرانيا تستحق أن تدخل الناتو، دولة أخرى تقول أنه من السابق الكلام في هذا الكلام، بايدن حتى قال أن أوكرانيا غير جاهزة للدخول الناتو، وبالتالي نحن نتفهم كل شيء أن هناك في حرب، ولكن نريد ضمانا برنامج زمنيا لدخولنا للناتو بعد انتهاء الحرب. نعم، ومن المرتقب أن تقدم دعوة للرئيس زيلينسكي لحضور هذه القمة، برأيك ما الرسائل التي قد يحملها أو يطالب بها أعضاء الناتو في هذه القمة تحديدا خلال هذا الأسبوع؟ ما هي المطالب الأوكرانية من أعضاء الحلف لمساعدتها على الهجوم المضاد الذي تقوم به والذي لطالما وصف من قبل دول غربية بأنه بطيء، بأنه لا يحقق نتائج مرجوة؟ هلا نبدا بنهايه السؤال. الهجوم المضاد بطيء لان هناك في تحصينات روسيه وفي الغام موجوده، وبالتالي الروح البشريه للجندي الاوكراني غاليه جدا بالنسبه للاوكران، واحنا نثمن حياه الجندي الاوكراني، وبالتالي يسير ببطء ولكن يسير بكل ثقه، يتم تحرير الاراضي والبلدات والتقدم في جبهه بخموت شمالا وجنوبا، واليوم الجيش الروسي في وضع محاصر في مدينه بخموت، وهناك
في تدني لهم من ناحية وبالتالي الهجوم المضاد يصير المرحلة الثانية من الهجوم المضاد قد تمكن ويتم ضرب الامدادات للجيش الروسي في العمق الروسي وفي العمق الأراضي التي تم احتلالها. أما بما يخص الناتو نحن نأمل أن يعني مطالب زيلينسكي سوف تكون أن يريد منهم دعوة وفترة زمنية للدخول إلى الناتو والمساعدة بإنهاء الحرب بتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة، لأن الأسلحة التي تقضي يعني يتم تصريحات بتزويدنا بالأسلحة ولكن الأسلحة تتأخر. كان التصريح بتزويد أوكرانيا بالطائرات F-16 وأيضا تأخرت حتى تدريب الطيارين الذين سوف يقومون هذه الطيارات، وبالتالي نحن نريد السرعة في تنفيذ ما يقومون به وبالتالي سوف تنتهي الحرب. أشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي أبو شمسية عضو في حزب باتروت الأوكراني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من كييف.